بس في موضوع يتعلق باليوتيوب وهو موضوع جد مهم، يعني تعاني منه مجموعة من القنوات مؤخرا، وهو موضوع توقف الدولار. يعني الدولار رغم المشاهدات يصبح الدولار عندما نقول يساوي صفر تقريبا، يعني معدل تزايد الدولار صفر. هذا المشكل ينتج عن عدة أسباب. أول شيء، وفي الغالب الناس كتعتقد على أن انخفاض في عدد المشاهدات وانخفاض في عدد الإحصائيات نتاع الكلفة ديال الدولار لكل 1000 مشاهدة، كذلك مداخيل ديال كل 1000 مشاهدة، هي الأسباب الحقيقية وراء انخفاض قيمة الدولار أو انخفاض الدولار بشكل عام داخل القناة. قد تلاحظ أن بعض الأيام أصبح عدد الدولار أصبح صفر 3 أيام متتابعة أو أكثر. بعض الناس تنصح برفع عدد المشاهدات ورفع من عدد الاشتراكات أو غير ذلك. ربما يكون هذا من الأسباب، لكن في الحقيقة ليس هو السبب الوحيد أو السبب الحقيقي وراء هذا المشكل. المشكل هذا ينتج غالبا عن كثرة المشاهدات الغير الحقيقية. كيف نعرف هذه المشاهدات الغير الحقيقية؟ على سبيل المثال، عندما يلاحظ أو يشاهد أي شخص فيديوهات المتواجدة في قناتك، فالمشاهد الحقيقي يتخطى الإشعارات والإعلانات، لكن بعض القنوات اعتمادها أساليب مختلفة، مثلا المشاهدات أو غير ذلك، أو مجموعات أو غير ذلك، وتبادل المحتوى، لا يتم تخطي الإعلانات. عدم تخطي الإعلانات هو اللي كينتج عنده هذا السبب. كثرة الإعلانات في الفيديوهات كذلك من بين الأسباب اللي كتخلي، إضافة إلى عدم مشاهدة أو عدم التخطي نتاع الإعلانات، كيخلي هذا المشكل ديال توقف الدولار. هناك طريقتين. أول حاجة، يجب عليك الدخول إلى قناتك والتوجه إلى الاستوديو، وبعد ذلك التوجه إلى المحتوى، يعني الفيديوهات المتواجدة داخل قناتك. أول شيء، يجب عليك أن ترفع عدد المشاهدات، هذا شيء مهم، وأن تنوع من نوع المشاهدات. يعني يجب أن تكون مشاهدات، هناك مشاهدات عن طريق القوائم، هناك مشاهدات عن طريق المشاهدة اللاحقة. يجب أن يكون هناك تنوع داخل قناتك، يعني لا تكتفي فقط في المشاهدة عن طريق الروابط أو المشاهدات المباشرة. ثاني خطوة يجب عليك القيام بها، وهذه بالتجربة أنا قمت بها، وهي وأهم خطوة، وهي تقليص عدد الإشعارات داخل الفيديوهات، وكذلك إلغاء بعض نوع من الإشعارات. على سبيل المثال، عندما تدخل استوديو القناة، هذه الفيديوهات المتواجدة داخل قناتي، نتوجه إلى هنا، تحقق من الربح، نأتي مثلا على سبيل المثال، هنا توجد مجموعة قمت بتفعيلها أنا، جميع الإعلانات، أنواع الفيديوهات، الإعلانات، الفيديوهات قابلة للتخطي، غير قابلة للتخطي، إلى غير ذلك. تقوم بإلغاء مثلا البطاقات الإعلانية، إعلانات الفيديو قابلة للتخطي، ربما تلغي العديد من الإعلانات، تترك مجال بس بعض الإعلانات فقط، أو نترك بعض الإعلانات على سبيل المثال قابلة للتخطي، ونقوم بإدارة الإعلانات. ونعرف أن في اليوتيوب الفيديوهات الذي يتجاوز عددها 8 دقائق يسمح لك بالتعديل والتغيير على الإعلانات. على سبيل المثال، كما تلاحظون، أنا قمت مسبقا كانت تتواجد عدة إعلانات، قمت بإلغاء بعضها وترك إعلانين فقط. مجرد إجراء التغيير تقوم بالمتابعة والحفظ. إلغاء بطاقة الإعلان على سبيل المثال، حفظ، وهكذا نقوم بهذه العملية على فيديوهات كل
كلها تقريبا، وخصوصا الفيديوهات التي تتم مشاهدتها بشكل كبير أو يتم العمل عليها. نعود إلى فيديو آخر لنقوم بنفس العملية، نضغط على تحقق من الربح، نقوم بإنهاء بطاقة الإعلانات، الإعلانات قد تختار سبيل المثال. هذا الفيديو كما تلاحظون مدته 4 دقائق، لا يسمح لي بإجراء تعديلات على الإعلانات، يعني إضافة إعلانات أو إلغائها أو تغيير توقيتها. نعود إلى فيديو آخر، هذه المرة سنختار فيديو يتجاوز 8 دقائق. إعلان البطاقات الإعلانية إلغائها، إعلانات غير قابلة للتخطي، إدارة الإعلانات. أنا كنت سابقا كما قلت ألغيت عدة إعلانات، وممكن تغيير حتى توقيت الإعلان. ماذا على سبيل المثال هذا الإعلان في البداية، تلاحظون أن الوقت قام تغير مباشرة. كذلك ممكن تغييرها من خلال هذه الأيقونة، وضع التوقيت الذي سيظهر في الإعلان. اكتفاء بإعلانين فقط، لأن يعني كثرة الإعلانات بالأشياء التي تسبب هذا المشكل. ونحن نعرف على أن الإعلانات قابلة للتخطي، إذا لم يتخطاها الشخص بعد 5 ثواني وترك الإعلان ريثما ينتهي، هذه من الأسباب التي تؤدي إلى توقف الدولار داخل القناة. على سبيل المثال نلغي هنا إعلانات فيديو قابلة للتخطي وبطاقات الإعلانية، نترك فقط الإعلانات غير قابلة للتخطي، نقوم بعملية الحفظ، نعيد نفس المسألة في فيديو آخر. قلنا توجيه القناة، نختار استوديو، نذهب إلى المحتوى، نذهب إلى الإعلان التي سنقوم بتغيير أو التغييرات عليها، نضغط على تحقق الربح، نتوجه إلى إدارة الإعلانات، نقوم بوضع إعلانين أكثر شيء، نقوم بوضعها في توقيت معين، على سبيل المثال في بداية الفيديو وفي وسط الفيديو، نقوم بالمتابعة، عندما تقوم بالتغيير سيظهر لك زر المتابعة. إذا أردت حذف فيديو تضغط إعلان، تضغط على هذا الزر يتم حذفه وتحتفظ بإعلان واحد فقط. تريد إضافة إعلانات تضيف من هنا، لكن ينصح بعدم جعل الفيديو يحتوي على إعلانات كثيرة، خصوصا إذا كانت القناة لا تتوفر على مشاهدات أو لا تأتيها مشاهدات كثيرة. بعد الضغط على المتابعة نعود إلى هنا ونحذف البطاقات الإعلانية والإعلانات القابلة للتخطي، نترك الإعلانات الفيديو الغير قابلة للتخطي، قم بهذا التغيير على أقل شيء على 10 فيديوهات، يعني الفيديوهات الأخيرة أو الفيديوهات التي تمت مشاهدتها بشكل كبير في تلك الفترة الزمنية، أقل شيء هي شهر، وهكذا حتى نحصل على كما قلنا على تخفيف عدد الإشهارات وعدد وأنواعية الإشهارات التي تسبب هذا المشكل. سبيل المثال كما تلاحظون هذا الفيديو يحتوي على عدة إشهارات، سأقوم بحذف إحدى الإشهارات، سبيل المثال حذف هذا الإشهار، تغيير موقع الإشهار، تغيير موقع هذا الإشهار. متابعة، ثم نلغي البطاقات الإعلانية، إعلانات فيديو قابلة للتخطي، ونقوم بعملية الحفظ. وهكذا ستلاحظ بعد 2 يوم كأكثر تقدير على أن الدولار بدأ يعود إلى مساره الصحيح، وبدأ يعني القناة يعني تختفي مشكلة
توقف الدولار. إضافة إلى ذلك نقوم بعملية رفع من المشاهدة عن طريق الطريقة من الطرق نتاع رفع المشاهدة، صفحات في الفيسبوك أو صفحات مواقع التواصل، أو عن طريق الأصدقاء أو غير ذلك، شريطة أن لا يكون هؤلاء الأشخاص المشاهدون لا يتوفرون على نفس شبكة الإنترنت حتى لا تحتسب مشاهدات مباشرة أو مشاهدات غير صالحة. أتمنى أن أكون قد أفدت الجميع بعد حاولت اختصار الموضوع بشكل كبير، وإن شاء الله يعني قم بتجربة هذه الطريقة ستكون نتيجة إن شاء الله ناجحة. أنا قمت بتجربتها من أني عانيت من نفس المشكل، ولقيت يعني هذه الطريقة نجاحا، يعني بعد يومين عاد الدولار إلى مساره الصحيح. وبالتوفيق للجميع. أي أسئلة أو أي اقتراحات مرجو ترك التعليق على سأقوم بالإجابة عليه إن شاء الله. وفي نهاية إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك والضغط على زر الإعجاب. وبالتوفيق للجميع.